وأن يعافيه وأن يعجل بشفائه ومجيئه عندنا في هالمكان بإذن الله ونستمع منه مباشرة. بإذن الله. نسأل أبو عبد الرحمن شكرا. ومن قال سؤال بس فضلا للحديث بقية. أنا مثل ما قلت لكم القصيدة دائم فكرة فيه أثناء زيارة الملك الله يحفظه المحافظ الزلفي يمكن عام 28 أسلم ومداخل الزلفي الحفل هذا أنا مسوي فيه قصيدة الحفل الرسمي الحفل هذا ترحيبية ومحطين مداخل الزلفي دراويز وعليهن صورته. المهم واحدة منهن بجنوبي الزلفي على طريق مزرعتي وأنا طالع وأنا داخل للبلد أبد الصورة قدامي. يوم من الأيام جت معي هالأبيات والله ما دورت وتفاجئت مرة من المرات والله ما أعرفه واحد شريف مجري له لقاء مع عيال صغار واحد حافظها يمكن عمره 13 14 إيه والله استاهل. يقول في مدخل الزلفي على العز والطيب في مدخل الزلفي على العز والطيب صورة زعيم المرجلة والشهامة تبدي عليها طلة الشمس وتغيب والحب والتقدير ثابت نظامه أمرها وهدي عليها التراحيب على المعزة والوفاء والكرامة جال القريحة في خيالي مهذيب وامرأة القريحة في يديني زمامة جال القريحة في خيالي مهذيب وامرأة القريحة في يديني زمامة بالمجد والتمجيد صغت الهناديب للي يشرف بالمواقف مقامه أبو اليتامى بالطلب والمطالب أمورهم يلقي عليها اهتمامه بحر الندى سق ملعدة لا عوال ذيب يسعد منه بالمواقف إحزامه سلمان ابن من عذب الضد تعذيب عبد العزيز الليث راعي الزعامة أضفى على شبه الجزيرة جلابيب ألمن والإيمان أضفى على شبه الجزيرة جلابيب ألمن والإيمان حصل أسامة وانهل جهل ما فيه شك ولا ريب وسس روح المجد وصل الفخامة تنشر لها البيضة ضروس المراقيب هذا كلام الطيب مسك الختام وسلام بيض الله وجهك وجه الله وجهك الله أنت الجميع الله يسعدك الله يعافيكم ولا يهينك الله. طبعا أبو عبد الرحمن يعني عنده بعض الحركات كذا بس انها تعجبني ولو انها يعني ابو عبد الرحمن يجي يدخل لك كذا على اساس يقول مشاركته هذا ثم يصفك مشاركته ما عاش الحال يستاهل ابو عبد الرحمن يستاهل 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 الله يسعدك الامر هذا مهم اقول الله يبيض وجهك ويسعدك ويرفع قدرك اقول لو نسكت كلنا ونخليه حتى يكفي الله يهينكم لا والله ليه ما عليكم زور ليه وننحرم منك ننحرم لا 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 هذه يا حبيبي انت احنا بس نبي ناخذ من ابو علي يا سلام انا عارف مبلغ فصحين يقول هذولي ولا واحد منهم